نظم فوج الأمل الكشافة الإسلامية الجزائرية أولاد فضل درع القائد حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تعقيم السيارات في الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولاية بجاية وستيف، وذلك بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني والحماية المدنية لدائرة خراطة وهم ممثلين من بلدية درع القائد. الاحتياطات الامنيه تاعك لي بافيت لي ليغون بروتيجي روحك لو ماكسيموم. بارك الله فيك ربي يجازيك. مطهر الغسيل وصي روحك وصي عائلتك. بارك الله فيك. خاصه الناس كبار. ربي يجازيك. واللي نزيدوا ناكدوا عليها انت لا يقولوا الوقايه خير من العلاج. نعم ميه. الوقت الحالي مع كورونا ما كاش علاج. الوقايه احسن من الموت. نعم ميه. هذه اللي نوصلك ان شاء الله. بارك الله فيكم خويا ربي يسلمك خويا ان شاء الله ربي يزع علينا هذه المصيبه هذه وهذا المرض هذا ان شاء الله على الجل المسلمين اكل ان شاء الله يا رب. وعاونوا بدعاوي الخير بالصدقه باللي كان. بارك الله فيك خويا ربي يجازيك ربي كاع من عند من يقدر ربي يجازيكم ان شاء الله ربي يقدركم. تحياتنا خويا. بارك الله فيك. الوقايه خير من تفضل ربي يسلمك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم ضمن ربح قائد فوج الأمل بالنيابة على أعضاء الفوج قمنا بهذه العملية التحسيسية رفقة الدرك الوطني والحماية المدنية لخراطة حملة تحسيسية ضد فيروس كورونا باش نوعي والناس ماذا بينا باش يقعدوا في ديارهم. هذا فينا تعاونونا وتوعيوا الناس وتوعيوا ارواحكم تا قادر ما تشيكش الناس الكبار انت ما تديه معك تديه لباباك ليماك لداركم. التعقيم لازم وربي يجيب الخير ان شاء الله. تنفيذا لتعليمات القياده وفي اطار توعيه المواطنين ومستعملي الطريق حول انتشار فيروس كورونا ارتأت قياده الدرك الوطني بجايه والكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة تنظيم حملة تحسيسية حول انتشار فيروس كورونا. توعية مستعملي الطريق رقم 9 الرابط بين ولاية سطيف وولاية بجاية النقطة الفاصلة بين ولاية سطيف وولاية بجاية من أجل توعية المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الأمنية والاحتياطات اللازمة من أجل النظافة والسلامة الجسدية. وتوعية المواطنين حول الوقاية خير من الموت لأنه لا يوجد علاج إلى حد الساعة. وشكرا. حيث أكد أغلبية مستعملي الطريق الوطني رقم 9 أن خروجهم اليوم كان ضروريا وهما شعار اجلس في بيتك لتحمي نفسك وعائلتك. انا اليوم نديروا شويه توعيه للناس بايكون على بالهم واش الفيروس هذا. هذا الفيروس خطير جدا خطير جدا قادر يقتل الناس. حنا رانا هنا درنا لا جورني سبيسيال باه نوعيوا شويه الناس على جال هذا الفيروس واش من احتياطات يديروها واش نلزموا نديروا. بقي من خامس انا بقي من وتفرغني برا بزاف حاشاك الحاجه ضروره. واش نقول لهم؟ اخذوا الاحتياط تاعكم، اقعدوا في دياركم، غسلوا، هذا ما نقول لهم. يعني الوقايه هي كلش خير من العلاج. كاين ريبريزونتون دو تايوان دراع القايد اقلينا نساد نشارك الحملات التحسيسيه ديال الكشافه الاسلاميه على الامل ذا جدارميه دي بومبي باش نوعى الشعب
الفيروس هي الكورونا خطر قلنا يتهدد العالم كل قلنا نزدو فانا الدواء نكون كنا في ربي الشعب هذه في تيلي كومبرومون نقيم خمس سنين وقلنا نوليس على الشغل نقيم خام تفضل غير كي يكون عندي الشغل برك غير كيتحتم كيتحتم برك وصلوا لك ميساج نعم راه العلاج ما كاش نعم انت اللي يقول الوقايه خير من العلاج حنا رانا نقولوا الوقايه خير من الموت بيان سور هذا الميساج ماذا بك توصلوا للاقارب تاعك لاهلك ناسك راهي الوقايه احسن من الموت بارك الله فيك صفه يعني بصفه مختصره نصيحه اللي تهم يعطيك الصحه بكل اختصار راه العلاج ما كاش كل واحد الحل تاعنا راهو في الوقايه واتخاذ الاحتياطات الامن انضافات على اليدين الانسان يعزل روحه والانسان يتخذ كل الاحتياطات ليه لعائلته الناس كبار ولاد صغار اي انسان تقدر تنصحه تقدر تجمعات برا قهاوي كذا القعده تحت الباطيمه تحت الدار الواحد يفك ان شاء الله من 15 يوم 20 يوم ان شاء الله يسخن الحال مليح تطور الامور لا ولا ربي يدير لنا يخلق الشفاء واش كاين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يخلق المرض يخلق الدواء ان شاء الله يا ربي ربي عالم بكل الامور ان شاء الله يا ربي والوقايه خير من الموت ان شاء الله اول شرط كنت بلع السياره برك يعقموها وبلا ما نوصيك على الاحتياطات الامنيه تاعك الله يعطيك الصحه احنا رانا في هذه المبادره مبادره لمكافحه فيروس كورونا الذي اهتز منه العالم والحمد لله يا ربي نوعيوا الناس ونشوفوا هذه المخاطر هذا ويكونوا واعيين ويديفيتاو التجمعات الكبرى في المقاهي وفي التجمعات بين الاحياء والحمد لله يا ربي ان شاء الله رايحين نقضيوا على هذا الفيروس هذا في اقرب وقت ان شاء الله بفضل المجهودات اللي راهي تقوم بها الدوله والمجهودات اللي راهي يقوم بها المواطنين من أجل مكافحة هذا الوباء.